طبعا حسب المستجدات الأخيرة التي وصلت إلينا، عدد الضحايا في الزلزال الآن 1021، وعدد المباني المدمرة 2734 مبنى انهار بسبب الزلزال. النقطة المهمة هنا هي وجود الكثير من الأخبار المضللة والمعلومات المضللة. نحن نرجوكم من هنا، من هذا المنبر، أنا أرجوكم شخصيا أن الدولة بكل مؤسساتها وبكل إمكانياتها تتواجد في الميدان من أجل تقديم المساعدات ومن أجل إنقاذ المصابين والجرحى وكل من تحت الأنقاض. ولكن هناك بعض الأخبار التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي المصادر الأخرى تحتوي على معلومات خاطئة جدا، وهذه المعلومات هي معلومات مضللة وأخبار مضللة. نحن نؤكد للمواطنين الأتراك ألا يلتزموا بهذه الأخبار. يعني هناك بعض التنبؤات الغير صحيحة بوجود إمكانية لحدوث زلازل بشدة معينة أو بتسونامي بشدة معينة أو ما شابه، وبالتالي هذه الأخبار ليست صحيحة. طبعا هناك خط الصدع الزلزالي موجود، ونحن يعني نقوم بمتابعة كل المعلومات العلمية، ونؤكد أننا نستمر بمتابعة كل المستجدات على أرض الواقع وأيضا من خلال خط الصدع الزلزالي، ونتابع كل الأنشطة الزلزالية حدث كما ذكرنا قبل ساعة تقريبا. حصل زلزال في فجر اليوم وأيضا ظهر اليوم حدث الزلزال الثاني. هناك هزات ارتدادية تقريبا عددها 120 أو حتى أكثر من 120 هزة ارتدادية حصلت خلال اليوم. هذه الهزات الارتدادية ترتكز حول منطقة الزلزال الأساسي، وبالتالي هناك زيادة في هذه المنطقة، وأيضا هناك بعض الهزات الارتدادية في المناطق العديدة من تركيا. هناك بعض الهزات الطبيعية حول في مناطق عدة من البلاد. تقريبا يحدث 60 أو 70 زلزالا بشدات مختلفة خلال اليوم الواحد في عموم البلاد وما حولها، وبالتالي نحن نشارك كل هذه الزلازل في الموقع الرسمي لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد، ويمكن للمواطنين أن يتابعوا هذه المعلومات ألا يقتنعوا أو يصدقوا وجود زلازل حادثة من مواقع التواصل الاجتماعي. هذه معلومات غير صحيحة. نرجو متابعة الموقع الرسمي لمنظمتنا وأيضا تطبيق يسمى أفاد آجل، يمكنكم تنصبه على الأجهزة النقالة واستخدامها بحياتكم اليومية.